السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا لعبة سونيك. هذه لعبة سونيك أربع لعبات في المتجر. أنا سوف نلعب لعبة سونيك. هذا هو سونيك. أنا سوف نلعب هذه أول مرحلة في لعبة سونيك. سوف نلعب الآن ونأكل الريالات ونفوز على ونقتل وحش كامل أحلى. هذا هو سونيك. أنا سوف نلعب هذه أول مرحلة. أنا سوف نلعب هذه المرحلة. هذا ريال سوف نرجع ريال، وهذا 10 ريال. الحمد لله هذه تقفز تأكل ريالات أحلى. الآن سوف نأكل الريالات هذول وندلي لما هذا لما يحمينا من الأشرار. ما حدا يقدر يقتلنا من الأشرار. الآن سوف نجزعنا أحلى. هذه الدرداق سوف نأكل هذا الريالات، وهذا أيضا ريالات، وهذا طنابيس. أحلى ندلي ريالات كثير. أزلق اللمع وندلي لمع ثاني، روعة جدا. ندلي هذا، وهذا إشارة إذا بتلتو أرجع إلى هناك. وهذا النوب، مات النوبة لأن أنا معي لمع، ما حد أقدر أكون باللمع. الآن سوف أجي له أنا. لا نسيت، لا أطلع يا طالع. هذا ريالات هذا كنت سوف أكل هذا الريالات كامل، بس تعقلت وقشعت وقعت لازم. بس عادي سوف أفوز. ميت أنا، ميتي استغضيت بالتالي. هذا الريال كبير لقد أكلته. لن سوف نخلص حاجزك لأن أنا أكلت الريال الكبير. لن سوف يجي هذا الحاجز، هذا هو الحاجز اللي سوف يجي. ندلي عنده هذا بالحاجز. اذا اكلت الجوهرة لن سوف اكل الجوهرة. هذه الجوهرة على قفص، سوف نحاول ناكل هذه الجوهرة. روعة جدا هذه الجوهرة. احلى سوف انا افك الجوهرة. فكيت حبة احلى، هذه الثانية احلى. فكيت لن سوف ادخل الى وسطه احلى. لا أكلتي فيستو على هذه المرحلة الأولى، روعة هذه المرحلة الأولى. مع السلامة، لا تنسوا أن تشتركوا بالقناة والإعجاب بالفيديو.